لجنة الخبراء الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة تتقدم بتقرير إلى مجلس الأمن تؤكد فيه أن استخدام العنف لبسط السيطرة على مؤسسات الدولة الليبية ينذر بتجدد المواجهات المسلحة في طرابلس. ويضيف التقرير فيما نقلته بوابة الوسط عن وكالة أسوسييتد بريس بأن السلوك العدواني للمجموعات المسلحة في ليبيا يمثل تهديدا مباشرا لتشكيل حكومة وطنية وللعملية السياسية وإنهاء حالة انعدام القانون. ويقول التقرير إن هذه الظروف أدت إلى تغذية التشدد الإسلامي وتهريب المهاجرين ونشر حالة من عدم الاستقرار. وساق التقرير في هذا الإطار أن هيئة الاستثمار الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزية كانت أهدافا للتهديدات والهجمات، متهما المجموعات المسلحة بالمسؤولية عن عمليات الاضطهاد وانتهاكات لحقوق الإنسان، وصفها بالخطرة وكذا تعميق الخلافات بين فصائل الشعب المختلفة وتهديد السلام والاستقرار على المدى الطويل. وعبرت لجنة الخبراء عن قلقها من حالات إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب وتذرعهم بدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وتلقيهم مساعدات تقنية ومادية من الأطراف الأجنبية لقاء ذلك، مشيرا إلى ولاء غالبية المجموعات المسلحة المتورطة في هذا التوتر إما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج أو لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وكانت الأطراف المتصارعة في ليبيا ممثلة في 4 قيادات رئيسية، هي قيادات المجلس الأعلى والجيش من جهة والبرلمان والجيش من جهة ثانية. قد وقعت نهاية مايو الماضي اتفاقا تنظم بموجبه انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل العام من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والمالية للبلاد، والتي يتبع بعضها للحكومة المعترف بها دوليا، فيما يتبع البعض الآخر للجيش الذي يقوده خليفة حفتر.